ما شاء الله تبارك الله، هناك الأجزاء الجنوبية من مدينة جيزان كما نشاهدها تحت زخات الأمطار الغزيرة جدا. كل ما اتجهنا شمالا إلى الجامعة ما شاء الله تبارك الله ازدادت أيضا المناظر روعة وجمال، وهنا يبدأ معنا أيضا منظر الهطول الغزير جدا جدا في عرض البحر. كل ما اتجهنا أيضا باتجاه الشمال كانت مظلمة ظلام المطر أيضا وصولا إلى الجامعة. ما شاء الله تبارك الله يوم عظيم مقبل على مدينة جيزان، راح نسمع بأخبار تسر القلب والخاطر ومناظر جميلة وبديعة وآسرة لهذه السحب الممطرة اللي ما شاء الله صبابة 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 بمعنى الكلمة. اللهم لك الحمد والشكر يا الله. أخوكم قلب العاصفة سامي ذيابي نقلا لهذه الأجواء الممطرة على مدينة جيزان. ما شاء الله شوفت العين شوفت العين، هطول غزير جدا. دقائق بإذن الله وتبدأ الأمطار علينا هنا على هذا الموقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة جيزان. الآن ننقل لكم الواقع الميداني المميز جدا على مختلف تضاريس منطقة جيزان، ولكن هنا بالتحديد على الأجزاء الساحلية تحديدا من مدينة جيزان. كما تشاهدون ما شاء الله تبارك الله هذه السحب العظيمة التي بدأت في الدخول في هذه الأثناء على شواطئ مدينة جيزان، هطول مطري غزير جدا من هذه السحب. بإذن الله مقبلين على يوم جميل، منتظرين بس وقع المطر بإذن الله ننقل لكم بالصوت والصورة بشائر الخير. ما شاء الله تبارك الله قدوم المطر، الآن أسمع وقع المطر في عرض البحر ما شاء الله تبارك الله. دقائق بإذن الله سنكون في قلب الحدث، سبحان الله شيء عظيم عظيم. ما شاء الله تبارك الله دخول السحب الممطرة على مدينة جيزان، الآن جدار مطري عظيم. ما شاء الله تبارك الله وصول المطر على مقربة. ايش تقولي لهم؟ قولي اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. ما شاء الله. يلا يا بابا يلا. اللهم لك الحمد والشكر. يلا 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 ما شاء الله تبارك الله وصول المطر. وصول المطر الغزير في هذه الأثناء على مدينة جيزان، يا ربي لك الحمد والشكر يا رب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله غزيرة جدا في هذه الأثناء على مدينة جيزان. ما شاء الله تبارك الله غزير جدا على مدينة جيزان، الآن الرؤية شبه معدومة ما شاء الله تبارك الله من غزارة الأمطار في هذه الأثناء. والله مدينة جيزان اليوم تغرق بمعنى كلمة تغرق، والله الأمطار مو بسيطة، أمطار جدا غزيرة. ما شاء الله تبارك الله أجواء مدينة جيزان ما بعد المطر، هزال الجمال حاضر ما شاء الله، وآثار السحاب على امتداد الطرقات، منظر بديع ما شاء الله تبارك الله. ولا تزال الأمطار تهطل على الأجزاء الجنوبية من مدينة جيزان، هنا أيضا آثار الأمطار ما شاء الله الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله تتواصل الأمطار الغزيرة بأشكال السحاب البديعة في هذه الأثناء على مدينة جيزان. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يوم جميل عظيم. تخيلوا معي روعة السحاب ما شاء الله، تخيلوا معي روعة الهطول في هذه الأماكن من مدينة جيزان الآن. ما شاء الله تبارك الله شيء عظيم عظيم عظيم.